بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، في دوري روشن السعودي هذا الموسم ونحن مع الجولات الأخيرة وسط هذه الجماهير الكبيرة التي تحضر في مباراة اليوم في استاد مدينة أرجنتيني روسي. هنا كرة نصراوية خطيرة وفرصة كانوا يحاول كريستيانو مر كريستيانو وكرة لكن هنا كرة أمامية وسريعة وانطلاقة وعلى جهة اليسرى أرضية بعيدة بعيدة بيطاي وحضور جماهير كبيرة أيضا. هنا كرة وانطلاقة في محاولة من جانب غريب يمر غريب خطيرة نصراوية وفرصة خطيرة 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 وبالتمريرة لم تكتمل والعرضية حاضرة وخطيرة من راس والكرة إلى خارج أرضية الملعب وتاليسكا يلعب العرضية وكريستيانو جميل اللقطة جميل اللقطة ورائعة وعرضية سترة انطلاقة لغريب محاولة لغريب وغريب عرضية وكرة أمامية وخطيرة وكريستيانو وكريستيانو وكرة لبراغا براغا براغا يبعد ولات للنصر وانطلاقة سريعة وكرة خطيرة وفرصة وراسية غريب إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى ليكونن الإفواني على اليسار يرسل كرة أمامية للطاي يا سلام يا سلام وكرة لبرشلونة وسعيود يحاول كرة من جديد نصراوية لكريستيانو خطر وكريستيانو يتقدم والتصويب اصطدم أمام يا سلام وعرضية وكرة وخطيرة رمية جانبية نعمت للأجامي عرضية للأجامي وبر كرة للسلاهم والتمرير الأمامية من السلام طويلة سريعة نصراوية تاليسكا يحاول يمرر لكريستيانو وتصويبه والكرة قوية وصلت لسلام يمر سلام وتصويبه ضعيفة صدمت الكرة وراحت عند سلام والمحاولة ما زالت نصراوية والسقوط على أرضية الملعب وحكم المباراة الآن يمنح كريستيانو بطاقة. هل تستدعي أن يكون فيها ضربة جزاء؟ القرار عند الخربوش والحكم يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ضربة جزاء نصر من دون شك يتقدم الآن كريستيانو لا يمكن أن يضيع لا يمكن أن يضيع مثل هذه الكرات كريستيانو يتقدم للنصر بالهدف الأول حط الكرة على يمين براغا وتقدم النصر يلعب الكرة لبراغا كالعادة كرة لتاليسكا وتمريرة ومرور وكرة وفيها مخالفة لكريستيانو فرصة للدون مر كريستيانو ومر الكرة خطيرة غريب يمرر لغوستافو وعرضية راسية وانطلاقة سريعة وعرضية وراسية ولقطة وأيمن يحيى تغييرين دفعة واحدة وكرة أرضية وخطيرة جدا خطيرة للطائي لكن مبنزة أمام تغطية محاولة للطائي من الثابتة والعرضية سين جاسن يا خطأ